السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. نواب الجمعية الوطنية يصادقون خلال جلسة علنية على مشروع خاص بصناعة واستيراد وتوزيع الأغلفة البلاستيكية. تواصل الأيام الوطنية للتبرع بالدم، والوزير الأول الموريتاني يؤكد أن بنوك الدم تعرف نقصاً وصفه بالكبير. صعوبة الوضع المالي وغياب راع رسمي قد يمنعان بعض الأندية من المشاركة في بطولة الدوري الموريتاني لكرة القدم المقبلة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدوها على مشروع القانون 15-055 المتضمن عقوبات تخص صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة. وقال وزير البترول والطاقة والمعادن وزير البيئة والتنمية المستدامة وكالة محمد الخونة إن مشروع القانون ينص على عقوبات تتراوح بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية تغريما وثلاث سنوات إلى 5 سنوات سجنا بالنسبة للشركات، أما عقوبات الأفراد فتتراوح بين 5000 إلى 20000 أوقية والسجن من 7 أيام إلى 15 يوما. إن المشروع القانون هذا ينص على 3 أنواع من العقوبات المطبقة على التجار المستوردين والصانعين والموزعين من جهة، وعلى الخواص المستخدمين من جهة أخرى. فالعقوبات المطبقة على التجار تتراوح حسب الحالات بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية تقريبا، ومن 6 أشهر إلى 5 سنوات، بينما تتراوح العقوبات المطبقة على الخواص من 5000 إلى 20000 أوقية تقريبا، ومن 7 إلى 15 يوم حبسا سجنا. أما جنح التمالؤ والفعل المشترك والإخفاء فقد وردت في الأخرى وعوقبت بعقوبات أعلى ومساوية لتلك الآنفة الذكر، بينما ضعفت عقوبة العود. ومع ذلك فإن هذا القانون لا ينطبق على مواد التعبئة للمنتجات المصنعة، لكن الشركات التي تبيع هذه المنتجات ستضمن إمكانية تتبعها وستدفع إتاوة تخصص لتسيير هذه المواد عند تصير نفايات. من ناحية أخرى، صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون رقم 15-054 يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 005 الصادر في 18 يناير عام 2000. وقال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولدداه إن مشروع القانون الجديد يسعى إلى تفعيل مدونة التجارة التي قال إنها لم تعد تستجيب لمتطلبات الوقت الراهن. المشروع كما تعلمون مشروع متقدم به الحكومة، ومتقدم به لتعديل مواد مهمة بالنسبة للمدونة التجارية، وفات خلق فيه اللياط ويخلق من النقاش أمام اللجنة، وفاتت الحكومة قالت عنها معارضة كل تعديل فيه اللي تحتسب عنه فني للغاية، والمسائل الفنية للغاية تعالج حسب منطق ولوقة خاصة بالنسبة للقوانين اللي تكون المدونات بهاللي عندها صيلة بالنظام العام، والشي عنده صيلة بالنظام العام خاص قانونيا وفني وينقال له جارغون جوريديك، معناها عنه ما يقدر يغير على أساس مثلا تفاسير والله 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 موقف نظري بالنسبة للمادة في حد ذاته. أقرت الجمعية الوطنية الميزانية العامة للدولة بعد نقاش مستفيض قدم خلاله النواب نقاشات حول السياسات المالية ومعدلات النمو وسياسات دعم الاستثمار والسياسة الضريبية والإجبائية المتبعة من طرف الحكومة. نتابع. نقاش ساخن بين جانب من النواب في الجمعية الوطنية ووزير المالية المختار والدياي حول السياسات الإجبائية والضريبية والاستثمارية وغيرها. الوزير حاول أن يقدم خطابا مقنعا وخاض نقاشا مستفيضا حول معدلات النمو وسياسات التنمية. 4% معدل النمو في منطقة إفريقيا الغربية حدوده 3 فاصل، معدل النمو العالمي 3%، بالرغم من ذلك
احنا ما زلنا عندنا 4.3%، وتوقعات النمو في سنه 2016 عندنا دور تعود 6 زائد، وفي السنوات الاربعه والخمسه الماضيه معدل النمو 5.6 كمعدل سنوي. اذا انا للهبوط ما راعي فيه. النواب طرحوا اشكالات تتعلق بالتمويل والاستثمار والضرائب والمناطق الحره، وانطوت تدخلات بعضهم على انتقادات قويه لسياسه الحكومه في العديد من المجالات ذات الصله بالمجال المالي. شاكر التمويل تبارك الله على الضرائب اللي لا كل يوم بعد يوم تجيب منها شيء، جزاها الله خيرا. ولكن دل على شيء، دل على انها الحمد لله اعترفت بعلن المصطلح اللي كانت عاطيه راسها، بعلنه ما تلي قد يسقط عليها، ما تات حكومه مكافحه الفساد ولا حكومه الفقير. الموازنه التي تقدمت بها الحكومه اعتبرت ايضا موازنه ضرائب بشكل رئيسي، وهو ما يبعث على مزيد من المخاوف بشانها، خصوصا وان السوق المحليه وثقلت مؤخرا بسياسه جبائيه كانت لها انعكاسات سلبيه على مستوى الدخل الضريبي على المستوى الاستراتيجي، وان اعطت نتائج ظرفيه ايجابيه. الميزانيه المعدله هذا وقتها يلا تجي فيه. هاي الميزانيه مقلقه بعده اعتبارات. اولا ميزانيه الضرائب بامتياز بها ال 62% قالوا عنها وهون بقراركم في على عنها اساسا جايه من الضرائب. بعض اخر من النواب اعرب عن تفهمه للموازنه الضريبيه باعتبار السياسه الماليه تحتم اللجوء للضرائب في اوقات الشده والازمات، ريثما تتحسن الاوضاع بصوره اكبر فيتم تخفيفها، وهذه المراوحه بين الخفه والشده في الجبايه الضريبيه مفهومه في سياق السياسات الماليه. هاي السنوات اللي صعب اقتصاديا تكون ميزانيه من المهم بمكان ان حد يعدها بصفه علميه لين تعود اقرب شيء، والله توقعات لا يتعود اقرب شيء ذاك الله يقد يجسد. وفي الاخير اجاز النواب الموازنه على امل ان تشكل دافعا اقتصاديا وتنمويا فيما طمحت اليه الحكومه، وان عبر العديد من النواب عن شكوكهم في قدرات التجاوز للازمات الماليه ما لم تنجح الحكومه في اداء افضل في التسيير والشفافيه والسعي لتطوير ادوات السوق لولوج سوق خدمات انتاجيه تعوض الاعتماد على الجبايه والريع بوصفهما رافدا وحيدا للتمويل الحكومي. تتواصل بالعاصمه نواكشوط الايام الوطنيه للتبرع بالدم التي افتتحها يوم امس الوزير الاول الموريتاني يحيى والحدامين. وقال والحدامين في تصريح ادلى به للصحافه ان بنوك الدم في موريتانيا تعاني نقصا كبيرا داعيا المواطنين الى التبرع بالدم من اجل اكمال هذا النقص الحاصل. تفاصيل وفاء نتابعها في هذا التقرير. انطلاق أيام وطنية للتبرع بالدم في العاصمة نواكشوط بتنظيم من وزارة الصحة وبالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم تحت شعار التبرع بالدم إنقاذ للأنفس ومشاركة قطاعات وزارية في موريتانيا. الوزير الأول يحيى والحدامين أكد على ضرورة التبرع بالدم من أجل إكمال النقص الذي قال إنه حاصل في بنوك الدم بموريتانيا. الدم هو شريان الحياة، وفيه نقص في بنوك الدم في الوطن، وأنبل ما يتبرع به حد للموريتانيين هو دم، وأظن بأنها حملة بهذه الورشة اللي عند الماركون اللي تحت جميع المعايير إن شاء الله في 3 أيام هون. تخللت هذه الأيام الوطنية مجموعة من الأنشطة المختلفة، ويحرص المشاركون فيها على التبرع بالدم الذي يعتبر الوسيلة الأساسية التي يمكنها أن تساعد المرضى في كل المراكز الصحية بموريتانيا. الدم حد فاصل فيه واجب مع طاهله، مع أنه ما هو يلا ينتظر البيع، هو قاع خير من اللي ينباع، هو الحياة والحياة ما تنباع، يلا لا حد يتبرع به للناس اللي فاصل فيه. ونذكر حد حيا نفس واحدة حيا الناس كاملة كما جاء في كتاب الله. ونذكر ملي عن حد كردو ما هو فاصل فيه انه عدل جريمة كبيرة، وهذا السبب نذكر عن هذا اليوم مبارك وانه عملية اسلامية خيرية انسانية. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، آية قرآنية تحث على إنقاذ النفوس البشرية التي يعتبر التبرع بالدم من بين أسباب إحيائها.
هذا وينتظر أن يستمر التبرع بالدم 3 أيام يتوقع المشرفون عليها أن تمكن من إكمال النقص الموجود في بنوك الدم بموريتانيا. قال وزير المالية المختار للجاي إن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة في موريتانيا، وإن إمكانيات الدولة لا تزال غير قادرة على تشغيل كل العاطلين، لكن الإحصائيات الرسمية تؤكد تراجع هذه النسب كل عام، كما أن هناك مساعي حكومية للتقليص منها، وتشكل البطالة أحد التحديات المشتركة التي تواجه الشباب من حملة الشهادات في العديد من بلدان القارة الأفريقية. المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا التقرير. نسبة البطالة في موريتانيا مرتفعة لكنها تشهد تراجعا من حين لآخر، وإمكانات الدولة عاجزة عن استيعاب كل العاطلين في البلد. هكذا صرح وزير المالية الموريتاني المختار والجاي حين سأله أحد نواب الجمعية الوطنية عن أوضاع العاطلين عن العمل ولماذا لا توفر لهم فرص تشغيل في البلد. بطالة مرتفعة، طبيعة الحال البطالة بمستويات مرتفعة، لكن جميع الإحصائيات بعد العدد أنها تنخفض، ما زالت المستويات ما يطموحنا كاملين، ونختاروا جميع الشباب البلد اللي يشتغل ومقبول على الإجراءات يقر البطالة معضلة عالمية، والوضع اللي فيه البلد ما يسمح فات عاد لأنه يستخدم طاقات البلد كاملة، والإجراءات المقبولة الآن معادلات البطالة وجميع الدراسات اللي تأكد أنها تنقص من سنة لسنة. وبصرف النظر عن الجدل الذي يثار بخصوص الرقم الحقيقي لنسبة البطالة في موريتانيا، إلا أن العاطلين عن العمل خصوصا من حملة الشهادات العليا يحتجون من حين لآخر أمام القصر الرئاسي والوكالة الوطنية لترقية تشغيل العاطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل تضمن لهم العيش الكريم على أرض الوطن. وقد نظمت نسخ من صالون التشغيل في نواكشوط، لكن الكثير من العاطلين لا يرون بفاعلية دورها في توفير فرص التشغيل لهم. وتشكل البطالة أحد العوامل التي تواجه الشباب العديد من بلدان القارة، وقد طرحت ونوقشت خلال المؤتمر الأخير للشباب الإفريقي بنواكشوط كأحد التحديات المشتركة بين شباب القارة، نتيجة ما سماه هؤلاء غياب الاستراتيجيات والرؤى الكفيلة باستيعاب شباب بات بعضه مكرها على ركوب الأمواج وخوض غمار المخاطر. طالبت هيئة دفاع معتقل مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا خلال مؤتمر صحفي عقدته في نواكشوط بإخضاع ملف موكليهم للقضاء والابتعاد به عما سموه المزاج السياسي. هذا ونددت الحركة في بيان وزعته على هامش المؤتمر الصحفي، نددت باستمرار اعتقال رئيسها ونائبه، مطالبة بإطلاق سراحهما في أسرع وقت. شين قالوا الحرية المشروطة ومعطلة به اللي كل مد كل حد طرح طلب له ينقال له حني 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 كيا حني يلحق العفو، والعفو منين يخرج؟ نعطل شمن الناس جرائم بسيطة، والله يمسكني إلا حد أن يربح نهار واحد من حريته اللي شيء يثمن يقرم اللي ما يعطلوا عليه الإجراءات القانونية الكبيرة. وبالتالي إحنا في قضية بيرام وإبراهيم ما كنا نعوده عليه، ما كنا نعوده عليه بين اللي ما دار قاعد لنا ذاك اللي يخلق، وطالب من السلطات، وهذا طالب نختاره ينتقلها بأمانة عنها. هذا الملف يعد الملف قضائي وليس ملف سياسي، ما يقد يعد خاضع للمزاج السياسي ولا مزيجة الإداريين. هذا الملف قضائي يخلى عند قاضيه الطبيعي، يعيط للناس في دائرة محكمة استئناف نواكشوط الغربية يسوع لنا في أي نقطة منها. رياضيا، في هذه النشرة من المقرر أن تشهد بطولة الدوري الموريتاني لكرة القدم المقبلة غياب بعض الأندية من بينها نادي زمزم، إضافة إلى نادي الكدية في حال لم يحصل على الدعم الذي كانت تقدمه له الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم. نتابع. هل ينظم الدوري الموريتاني لكرة القدم هذا الموسم بأحد عشر فريقا؟ سؤال يطرح هذه الأيام من طرف المتابع للرياضة المحلية.
فنية شركة المناجم الموريتانية تسنيم لم تعد تصب لصالح بعض أندية الدوري الموريتاني، لدرجة أن الأندية المحسوبة على الشركة قد لا تشارك هذا الموسم في نسخة دوري هذا العام. فبعد نهاية نسخة الدوري الماضية توارت أندية شركة سنيم عن الأنظار وسط صمت يخيم على الفرق المنجمية. الدوري الموريتاني اقترب من البداية ونادي سنيم لا مدرب له ولا رئيس يسير الفريق، ولم تجتمع إدارة النادي منذ نهاية الموسم الماضي، مما يثبت فرضية عدم مشاركة النادي المنجمي في نسخة الدوري القادمة. أما نادي الكجة هو الآخر، إن كان له مدرب ولاعبون لكن ربما لا ممول له هذا الموسم. فالكجة يقاسم سنيم نفس التمويل من طرف أكبر شركة اقتصادية في البلاد، وحين طلب لقاء رسميا من إدارة سنيم رفضت الطلب، معتبرة بأن هذه السنة ربما توقف الدعم الموجه لأنديتها، مما يؤشر على تناقض صريح وقعت فيه هذه الشركة حين ساهمت في بناء ملعب زويرات الذي ربما يكون هو الممثل الأبرز لها. لكن إن كان لا وجود لنادي الكجة أو سنيم في بطولة الدوري القادمة، فماذا سيفيد ملعب زويرات الدوري الوطني؟ ولماذا أصلا تم تشييد هذا الملعب الذي يعتبر من أبرز الملاعب الموريتانية وعلى وجه الخصوص ملاعب مدن الداخل التي لا تخضع لأي معيار دولي متعارف عليه؟ فهل تخلت شركة سنيم عن أنديتها بعد دعم مادي استمر لسنوات عدة حجز فيها نادي سنيم مكانته من بين أندية الصفوة بعد تتويجه بعدة بطولات محلية؟ وكانت أندية الشركة تصنف من أكثر الأندية الموريتانية استقرارا من الناحية المالية، فالميزانية السنوية لأندية سنيم تقدر بعشرات ملايين الأوقية مقارنة بباقي الأندية الموريتانية. فهل كان السبب تخلي شركة سنيم عن أنديتها هو عجز مالي لدى الشركة، أم إن أنديتها لم تحقق طموحات الشركة والقائمين عليها طيلة السنوات الماضية؟ بعد أن خسر نادي سنيم بطولة الدوري الموريتاني الماضية وهو على بعد مرمى حجر من التتويج بها، مؤشرات ربما توحي بمغادرة الثنائي سنيم والكجة لبطولة الدوري الموريتاني، ولأن المصائب لا تأتي فرادى. فهناك حديث آخر عن نية نادي زمزم مغادرة الدوري، فزمزم لا مدرب له وكل لاعبه غادر النادي خلال الأسبوعين الماضيين. فهل حقا سيتم تنظيم دوري هذا العام بأحد عشر فريقا، أم إن للأيام ما تخبئه؟ إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. نواب الجمعية الوطنية يصادقنا خلال جلسة علنية على مشروع خاص بصناعة واستيراد وتوزيع الأغلفة البلاستيكية. تواصل الأيام الوطنية للتبرع بالدم، والوزير الأول الموريتاني يؤكد أن بنوك الدم تعرف نقصا وصفه بالكبير. وصعوبة الوضع المالي وغياب راع رسمي قد يمنعان بعض الأندية من المشاركة في بطولة الدوري الموريتاني لكرة القدم المقبلة. نهاية النشرة، في أمان الله.